مرحبا فيكم في اعرف اكثر. انا لؤي، واليوم راح نحكي عن المحفظة الرقمية للبيتكوين. محفظة البيتكوين هي عبارة عن سوفتوير او برمجية تسمح لك تحفظ البيتكوين عليها. اسهل طريقة لفهم كيف تشتغل هاي المحفظة الرقمية هي عن طريق مقارنتها في الايميل. هلا لما تعمل ايميل لاول مرة تحتاج لبرمجية بتسمح لك تستقبل وترسل ايميل. الطريقة اللي بنقدر من خلالها ندخل على الايميل تبعنا هي عن طريق ادخال عنواننا الايميل والباسورد او كلمة المرور. هذا العنوان هو عنوان عام ومو خاص. بنفس الوقت اذا بدنا حدا يبعث لنا ايميل نعطيه عنواننا الشخصي. مجرد انه شخص معين بيعرف عنواننا الشخصي مو معناتها انه بيقدر يدخل على الايميل تبعنا، لانه اذا بده يفوت عليه لازم يعرف الكلمة السرية، وهاي الكلمة اشي خاص فينا. فرضا انه في حدا قدر يعرف الكلمة السرية تبعتك وقدر يفوت على الايميل تبعك، هيك بيقدر هذا الشخص انه يبعت ايميلات من حسابك بدون تحكمك، وهذا الاشي زي ما بنعرف اشي كتير سيء. ونفس الاشي بينطبق على المحفظة الرقمية للبيتكوين. المحفظة الرقمية لها عنصرين كتير رئيسيين. اولا العنوان العام اللي هو مشابه لعنوانك الايميل، ثانيا المفتاح الخاص اللي هو مشابه لكلمة المرور في الايميل. وزي ما في الايميل بتقدر تعطي عنوان محفظتك العام لأي شخص حوالين العالم وبيقدروا يبعثوا لك بيتكوين مباشرة، ما في اي داعي يعرف عن اي معلومات تانية عدا عن عنوانك العام حتى يقدروا يقوموا بهاي العملية. على الطرف الاخر المفتاح الخاص للمحفظة هو الاشي الوحيد اللي ما حدا لازم يعرف عنه غيرك انت، وهذا المفتاح الخاص زي كلمة السر في الايميل لازم تحافظ عليه بسرية تامة. اذا اي شخص قدر يعرف المفتاح الخاص لمحفظتك بيقدر بسهولة يبعث اموالك لعنوان اخر ويستحوذ عليها. كما في الايميل لما تبعث بيتكوين لشخص اخر هذا الفعل عبارة عن رحلة باتجاه واحد، عمليات البعث لا يمكن الغائها. الطريقة الوحيدة لاسترجاع البيتكوين اللي قمت ببعثه لشخص اخر هي اذا نفس هذا الشخص قام بارادته ببعث البيتكوين لإلك مرة تانية. وعشان هيك بنقدر نسمي البيتكوين بالمال الرقمي، لانه لما تبعث البيتكوين لحدا اصبح لإلهم، ولما حدا يبعث لك البيتكوين اصبح لإلك. شكرا لكم للمتابعة، بتمنى انكم عرفتوا اكتر. ما تنسوا تعطوا الفيديو لايك وتعملوا سبسكرايب. بشوفكم في فيديوز لاحقة. مع السلامة.